بالعربي وبالعبري. حزب الله بيرد على ستايل، بيرد على ولكن على ستايل أفخاي أدروعي. اللي بنعرفه ان تفاعل أفخاي أدروعي على منصة اكس بيخلق جو من الجدل المستمر مع كل منشور او بيان بيتكلم عنه، مثلا زي التحذيرات اللي بينشرها على لسان الجيش الإسرائيلي بخصوص اوامر الاخلاء من اماكن تواجد عناصر لحزب الله او لكتائب القسام. بيرد حزب الله على حسابه في تليجرام لأول مرة في تاريخ الصراع مع إسرائيل بإخلاء فوري لمستوطنة بالكامل، وبينشر صورة مكتوب عليها بالعربي وبالعبري إلى المقيمين في مستوطنة كريات شمونة: عليكم إخلاؤها فورا. الحقيقة من الغريب أن حزب الله يحذر قبل ما يستهدف أماكن أو عناصر للجيش الإسرائيلي، لأننا متعودين أنه بيقوم بالعملية العسكرية وبعدها بينشر توثيق للعملية كنوع من الحرب النفسية اللي بيلعبها الطرفين على السوشيال ميديا. تحذير زي ده أكيد وراء تساؤلات كتيرة. أوامر الإخلاء موجهة لمين؟ مدنيين ولا بيقصد الجيش الإسرائيلي؟ ولو موجه للجيش الإسرائيلي، هل هي ضربة عسكرية جديدة ولا مجرد شو على ستايل أفخاي؟ كان في تعليقات مختلفة على السوشيال ميديا واخترنا بعض من التعليقات دي، وهنبدأها مثلا مع حساب باسم عبد القادر. عبد القادر أعلى وقال: هذه سابقة تاريخية، فهذا يعني أن حزب الله ينقل المعركة إلى مرحلة جديدة وإلى واقع مختلف يرسمه هو. حزب الله ينتقل من القتال الروتيني المتصاعد الذي يعجز الجيش الإسرائيلي على التكيف معه. حزب الله يملك القدرة والقوة، وهذا الإنذار غير المسبوق سينتهي بإجبار الجيش الإسرائيلي على تغيير سلوكه. ده كان من عبد القادر عثمان. كمان كان في حساب باسم حسام قال: هذا بالحد ذاته يمثل إعلانا واضحا عن تغيير جذري في قواعد الاشتباك ومعدلات القوة. أخيرا كان في حساب باسم طه. طه علق وقال: سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في الصراع العربي مع الجيش الإسرائيلي.